السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب أنا جاي بتحديث أقسم بالله العلي العظيم في البداية كده عشان الناس تكون صادقة معايا في الكلام أو تحس إن في مصداقية في الكلام. النهاردة أنا جاي بميزة من اليوتيوب فعلها حديثا. الميزة دي حرفيا والله والله هتساعدك في انتشار فيديوهاتك. بصوا هتوصل للعالمية والله العظيم زي ما بكلمكم كده بالظبط. فيديوهاتك هتوصل عفوا للعالمية. عارف يعني ايه فيديوهاتك جميع العالم وجميع الناس في جميع دول العالم تشوفها؟ طبعا هتزود مشاهداتك وهتزود مشتركينك وهتزود ارباحك. وعلى فكرة الفيديو ده مش اشتغالة عشان خاطر الناس تقول لك ده كله بيقول اي كلام وخلاص. والله جاي لك وهقول لك على ميزة هتدخل على فيديوهاتك تفعلها والله والله مع الوقت هتفرق معاك، هتفرق كتير جدا جدا جدا. زي ما احنا عارفين احنا في الوطن العربي غالبا اللي بيشوفنا الدول العربية زي مصر، الجزائر، المغرب، تونس، العراق، السعودية، اليمن، قطر، عمان كده صح؟ تمام. لكن بقى الميزة دي هتخلي فيديوهاتك توصل للعالم كله، يابان، امريكا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، بص استراليا، برازيل، اي مكان في اي حتة في العالم كله فيديوهاتك الناس كلها تشوف. هتقول لي يا عم عمرو بطل رغي كتير وقول لنا ايه الزتونة، دايما انتوا عارفين بجيلكم بالتركات الجميلة جدا لان التحديث ده من اجمل التحديثات اللي اليوتيوب بجد عملها وانا نفسي كنت مستني التحديث ده، وهي ميزة الترجمة للفيديوهات. هتقول لي وانا لسه هترجم؟ هقول لك اصبر ما تسيبش الفيديو. والله اللي هيسيب الفيديو ده هو الخسران. انا بتكلم بمورد الله. تابع الفيديو انت تشوف هيعجبك ولا لا. هتفعل على فيديوهاتك ترجمة بالذكاء الصناعي. فيديوهاتك يدوب بتكت زر كده هتعملها تمام من خلال فيديوهاتك في الاستوديو، وهتلاقي جميع فيديوهاتك نزل عليها الترجمة. طب ازاي نعمل الموضوع ده يا استاذ عمرو؟ هقولك في البداية لو انت اول مرة بتشوفني ما تدخلش على بالاشتراك واللايك الجميل يعمل حاج لو عجبك، ما عجبكش الفيديو ما تعملش لايك تمام، واشتراك وفعل زر الجرس لو عجبك برضو الفيديو، يعني ما تشتركش ولا تعمل لايك الا ما تسمع الفيديو الاخر. ما استفدتش عامل باي حاجة يبقى ما عدتش تشوف قناتي خالص، لان الفيديو ده حرفيا اتحدى بيه اي حد على اليوتيوب، وبصراحة الفيديو ده هيساعد جميع قنوات اليوتيوب. يلا بينا نسمو نصلي على رسول الله، وكفايه كلام يا عم عمرو رغ، نخش في الموضوع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هخليك تترجم جميع فيديوهاتك بتكت زر واحده، وطبعا لما تترجم فيديوهاتك اليوتيوب هيقترحها لجميع دول العالم، يعني اي حد من اي دوله هيشوف الفيديو بتاعك وبأي انت هتعمل لغة عربية وهو هيشوفها باللغة بتاعته، فاهميني؟ يعني حد من الاسبانية هيشوفها بالاسبانية، حد من انجلترا هيشوفها بالانجليزي، حد من استراليا هيشوفها بالاسترالي، حد من اليابان هيشوفها بالياباني وهكذا. هنعمل ازاي؟ هنسمي الله وتدخل على قناتك او تعال ندخل على المحتوى تمام. هتضغط على المحتوى او ادارة الفيديوهات الاثنين واحد. ده فيديو لسه منزله جديد اهو، لسه ما ترجمتوش. انا حاليا لسه ما ترجمتش اصلا فيديوهاتي، بس انا في فيديو لسه منزله جديد اهو، لسه منزله امبارح تمام، هترجمه معاكم. واللي هعمله على الفيديو ده انت يا باشا هتعمله على جميع فيديوهاتك. حلو، هتيجي على علامه القلم دي كده تمام وتضغط عليها. حلو، هنيجي على علامه القلم وتضغط عليها، يبقى هيدخلك على اعدادات الفيديو والبيانات اللي بتكتب فيها الوصف والعنوان والكلام ده كله. انت مالكش دعوه بالسكه دي كلها، كل اللي هتيجي على كلمه الترجمة. ركزوا يا شباب، ركزوا والله الموضوع سهل، وبتكت زر واحد كل فيديو هتخش عليه وتيجي على كلمة الترجمة. هخليك تترجم الفيديو بكل سهولة خالص. ركز بقى معايا، اليوتيوب عمل تحديث عظمة، انا شايف بجد انه عظمة. انا واحد من الناس والله العظيم كنت مستني التحديث ده، لان التحديث ده كان منفعل في بعض الدول الاجنبية، بس الحمد لله بقى موجود في جميع دول العالم وفي مصر وفي جميع الوطن العربي والشرق الاوسط. ده الفيديو بتاعه، هنترجمه ازاي يا عم عمرو؟ هتيجي كده تمام على كلمه انشاء نسخه طبق الاصل وتعديلها. يعني ايه؟ يعني لما نضغط هنا ونضغط على الترجمه الكلام اللي انا بقوله
هيتحول لنصوص في الفيديو. يعني اي حد هيخش من غير يا باشا ما ترجع بقى لمواقع زي ما كانوا بيعملوا وتقعد تكتب بايدك وتاخد لك ساعتين ثلاثه عشان تترجم الفيديو. لا ما عادش الكلام ده يا باشا. بص هتضغط على انشاء نسخه طبق الاصل وتعديلها. هنضغط عليها. هتضغط على ضغطه واحده كده. تمام. انا ضغطت عليها اهو. ركز بقى كده. انا ما كتبتش حاجه ولا عملت اي حاجه خالص. الكلام اللي انا قايله كله اهو مترجم تلقائيا. والله العظيم التحديث ده عظمه 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 عظمه. لان بجد هقول لك بقى في تريكات كده تخلي فيديوهاتك دي توصل لجميع انحاء العالم. كل كلام بقوله طبعا انا ما كتبتش ولا ترجمت ولا عملت حاجه. النصوص مضغوطه هنا لوحدها اهي. وهتنا الجاي على كلمه نشر. ركز كده فوق في الجنب فوق اهي. بس يا باشا كده انت ترجمت الفيديو. ما تسيبش الفيديو معايا. ركز معايا بالله عليك اهو. كده الفيديو تم ترجمته بتاكد زر واحد. انا ما عملتش حاجه. طب اتاكد ازاي يا عم عمرو؟ هنيجي كده وهنفتح صفحه جديده متصفح خفي. تمام. هنيجي هنا وهنقول متصفح خفي واخش على الفيديو اللي انا لسه عامله. تمام. هنجيب اليوتيوب نكتب يوتيوب. تمام. هنجيب اليوتيوب يا شباب. ادي اليوتيوب معانا اهو. هندخل على اليوتيوب ونشوف يا باشا احنا كلامنا صح والله عمك عمرو ده بيشتغلنا. وركزوا معايا الفيديو اللي انا كنت كاتبه اللي هو هنكتب في البحث استيلاء او طريقة استيلاء. طريقة استيلاء ارباح اليوتيوب من البنك. ده الفيديو اللي انا كنت عامله وده اللي انا ترجمته معاكم. هنضغط كده وهيطلع لنا هنا في المقترحات. تمام. هي هنا اهو هنشوف الفيديو بتاعنا فيه اهو اهو. ده الفيديو بتاعنا الحمد لله. برضو يعني ايه فيديوهاتنا بدأت تتصدر نتائج البحث وبتجيب مشاهدات. اللهم لك الحمد والشكر. ده الفيديو اهو انا جبته متصفح خفي عشان خاطر ايه ما يتحسبش يعني عشان الاعلانات والكلام ده. بص يا شباب ركزوا كده الفيديو اهو. هعلي الصوت شويه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو النهارده يعتبر من الفيديوهات اللي انا ممكن اقدمها على قناتي في اليوتيوب. او ان انت حضرتك عندك قناه فعل ربح او تنتظر ارباح اليوتيوب. ده اجمل فيديو انت ممكن تقدمه لقناتك على اليوتيوب. الحمد لله اللي احنا هنقدمه النهارده يعتبر ثمرة مجهود وتعبك على قناتك في اليوتيوب. تسميني $5 بس، في ناس بتخسر منها $25 والله العظيم زي ما بقول لك كده، وخاصة الناس اللي مو عاملين حساب دولاري. ففي تركية كده بتتعمل في الادسنس وبتقدم البيانات بتخلي تخسر منها $5 بس، سواء اي بنك سواء مصر الاهلي اي بنك. لو حسبت ال 154 جنيه اللي تحسب منهم ده لو ضربنا هنجيب كده التليفون ونضرب مع بعض عشان نشوف تحسب تخسر مني كام عشان بس الناس تبقى فاهم. خلاص يا شباب اظن انا كده سبت لكم بالترجمه ازاي تترجم فيديوهاتك. بص يا شباب كده الكلام اللي انا بقوله مترجم لحد اخر الفيديو. هتقول للناس بقى اللي في الدول الاجنبيه يقول لك بتشوفك ازاي من غير ما تضغط. هم نفسهم هيجيبوا الترجمه من غير انت ما تضيف ولا تعمل ولا تتعب نفسك خالص. بص يا شباب بيجوا على الترس ده كده. نفترض ان انا واحد اجنبي او بتكلم اللغه الانجليزيه. بيجي يضغط هنا على دي عندك مترجم لجميع الفيديوهات اهو لجميع اهو. هنفترض مثلا ان انا واحد كرواتي انجليزي اهو. تمام. انا واحد بختار الدوله بتاعتي من اي دوله بقى واخد بالك اهو انجليزي اهو بتكلم اللغه الانجليزيه. اضغط على انجليزي كده اهو والفيديو يشتغل اهو. اهو لما تخصم منهم بقى العموله بتاعت البنك ب $5 عرفتوا يا شباب اهو. يعني لو انا بفترض ان انا واحد في دوله ثانيه وعايز اشوف الفيديو اهو بيجيب باي لغه اهو عشان برضو الناس تبقى مطمنه معايا اهو يا شباب اي لغه. الفكره والله التحديث ده جميل جدا 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 اهو.
شوف اللغات دي قد ايه، جميع لغات العالم. اجيب لك الياباني؟ حاضر هجيب لك الياباني. الياباني فين؟ اي حاجة ياباني يا شباب عشان الناس بس تطمن معانا. اي حاجة ياباني؟ مفيش ياباني هنا ولا ايه؟ ماشي. المهم يا شباب والله اي لغة في العالم، انا بدور على ياباني عشان بس ايه لغة صعبة شوية عشان الناس تبقى مطمنة متأكدة معانا ان احنا بنقدم معلومة بمرض الله. ماشي اهو كوري، اهو مثلا اهو كوري، اهو كوري، اهو اللغة الكورية اهي، اهو بصوا اهو ده كوري قريب من اليابان والصين اهو. 30 جنيه و90 سنت اهو يا شباب. اي حد بأي لغة في العالم هيشوفك بنفس الترجمة كده بالظبط. يبقى أنا عرفتكم ووريتكم الناس اللي في الدول التانية هتشوفكم إزاي. الموضوع يا شباب سهل وبسيط جدا، وبتأكد زر واحدة أنت بتعملها. والله العظيم أنا شايف إن ده من أفضل التحديثات اللي هتساعد جميع قنوات اليوتيوب سواء الصغيرة أو الكبيرة إن فيديوهاتك توصل لفئة كبيرة من جميع انحاء العالم وجميع لغات العالم. يعني معنى صح انت ما عدتش مقتصر على الدول العربية فقط، لا ده انت فيديوهاتك ومحتواك هيوصل للعالم كله. هتقول لي يا عم عمرو طب انا كده فيديوهاتي بقى توصل للعالم كله؟ اقول لك اه اليوتيوب اقترحها، بس في تريكايات بقى كده صغيرة هقول لك عليها في فيديو تاني ان شاء الله، لان في حاجة في العنوان كده هتعملها باللغة الاجنبية، وفي حاجة هتعملها في الوصف برضو باللغة الاجنبية، حاجات بسيطة برضو مع العرب هفهمك عليها واعمل لكم لها فيديو وازاي فيديوهاتك توصل بالطريقة السليمة للاجانب. هي كده الناس اللي في الدول الاجنبية هتفهم انت بتقول ايه. يبقى فاضل بقى ازاي توصل فيديوهاتك للناس دي، ودي هتيجي عن طريق تركية كده هنعملها في العنوان مع الوصف. ويا باشا انت بعد كده هتبقى عالمي، وهعمل لكم فيديو اشرح لكم فيه ازاي توصلوا فيديوهاتكم للدول الاجنبيه والدول العربيه مع بعض عن طريق العنوان والوصف. انتظروني في كل ما هو جديد، ورب الفيديو يكون عجبكم. لو عندك اي استفسار سيب لي تعليق، بجد بجد محدش يفوت الفيديو ده، وانشروه على قد ما تقدروا عشان المنفعه تعم على الجميع. انتظروني انا كل يوم بنزل فيديو الساعه 7 مساء. مع خالص تحياتي، اترككم في رعايه الله وامني. كان معكم اخوكم عمرو قزاز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.